الله يخرب بيتك، انت عطرت فيها ازاي دي؟ المهم انت واخدنا الوقت على بيتها، هنعمل ايه؟ يا عم اخلصك من الحوار. ازاي يعني؟ مش البنت ساكنه هنا؟ ايوه. طيب الموضوع ده عندي، البيت فين؟ يمين في يمين. يمين في يمين ازاي؟ ده المفروض يبقى شمال في شمال، ده الحوار كله شمال. تعالى البيت ده؟ ايوه البيت. ماشي يلا يا زوز، سامي وخبط. استنى يا زوز، مش فاهم الاول ناوي على ايه؟ يا عم هقول لك فاهم على ايه؟ اخلصك من الحوار. غلطي انت بس يا بيضه، غلطي واحنا نحل لك مشاكلك. يتوب علينا ربنا، خبط يا زوز. توكلنا على الله. متكشريش متكشريش، تعالى. خش. مريم خلصان. السلام عليكم. سي بدران؟ مين يا سعاد؟ ده سي بدران المحامي ياما. سي بدران؟ قولوا له يتفضل. السلام عليكم يا ماما. ازيك يا حاجة؟ يلا مطي. يلا زوز. معلش احنا طبينا كده من غير ولا يحم ولا دستور، انما بقى نعمل ايه؟ المتر مستعجل وحلال ربنا ما يستناش. متر مين اللي مستعجل وحلال ايه اللي ما يستناش يا خميس؟ انا هنا علشان اظبطك. تك على الصبر. مين اللي بره يا سعاد؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف. ده ابويا اصلي تعبان شويه، قطع الهباب اللي خلاه مش صالب طوله. مش قلت لك شمال في شمال؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ثواني بس هعمل لكم شاي. لا لا لا، ولا شاي ولا قهوه. احنا كده بالصلاه على النبي، ما تصلوا عليه. سلام. احنا جايين في خير والعجله في الخير. سلامه ولا ايه؟ هتاخد نصيبك صبر انت دلوقتي، اصبر حبه. الابله العسل اسمها ايه؟ انا اسمي سعاد. بقى الاخت سعاد لازمانه، عايزين ناخدها لاخونا وحبيبنا وكبرنا المعلم بدران. معلم بدران مين؟ ده انا برقيك. يعني هي دي اللي مضايقاك؟ ده انت غرس في ميه تمانه. جرايا متر خميس. متر؟ الله يسامحك. خميس معلم خميس. انا عارف معلم. انك مستعجل وعارف انك مبسوط وعارف انك عايز تخلص من الحوار ده النهارده قبل بكره. بس الناس لازم تطمن ولا ايه؟ ونرمي بياضنا. مقدم 10,000 ومؤخر 10 زيهم. يا نهار اسود، وده مين اللي هيدفعهم؟ حبيبي خيرك سابق. وادي عربون ربط كلام. روح يا بنت بوسي ايد عريسك. لا 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 خالص. مش دي؟ دي لسه قاصر. امال مين؟ هو الرئيس مزاجه ايه؟ ها؟ شفت الكيمياء ومزاجها الزباله؟ البرنس ده لو فاق وشاف اللي هو فيه هيروح فيها. قد يقول كده برضو على حماه. حماه مين؟ نقرا الفاتحه؟ وهات المأذون كمان. يا راجل استنى شويه. اقعدي ساكته يا وليا. ها يا زوز. بقول لك ايه؟ اطلع المعلم على الحاج متولي المأذون. ولو نايم خليه يصحى يجيب دفتره ويجي لنا على هنا، وخلي المطني يروح لمحل الحلواني ولو قافل يفتحه ويجيب الحلو كله. الليلة تعيد. ليلة تعيد ايه يا حبيبي؟ انت بتعمل ايه يا خليل؟ الف الف مبروك حبيبي. الف مبروك. الف مبروك يا بدران يا حبيبي. الف مبروك يا معلم. مفيش ابتسامه كده، رقصه مزيكا ولا ابله؟ ها؟ مفيش زغروطه يا ماما؟ ها؟ في يا حبيبي. عارف انه مش مزاجك، انما ده بتاع زمان. يتوب علينا ربنا. اصلي مال لو عايز امهم كمان خدها. خليها تطلع الجايه. يتوب علينا ربنا. شكرا يا حاج متولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك. فيك اخويا. ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده عملت الصح مع البت دي. البت غلبانه ومش حامله فضيحه زي دي، خد بالك. ولو عايز تطلقها بكره طلقها. والمؤخر عليا يا روخه. طب والعيل اللي في بطنها؟ ده بقى الصح بتاعنا. يعني هتعمل ايه يعني؟ الزوز ومطني هيتصرفوا. قول لي ما ينفذ. هيتصرفوا ازاي بقى؟ هتطلعوا بكره يا ولاد على بجاش المري وهو هيتصرف. هتطلعوا على مين؟ بجاش المري وهو هيتصرف.
ما كانش المر هيتصرف ده كده البيت ممكن تروح فيها. اعوذ بالله اعوذ بالله يا عم. انت شايفنا ايه؟ التانيين قترة ولا قبضين ارواح؟ يا ابني احنا مجرد اسباب، لا حيلة لنا في رزق ولا شفاعة في موت. الله، اقول بني ادم كده، البني ادم كده ساعة الحظ يهيس وساعة الجد يليس. ساعة الجد ايه؟ يليس يليس. بالاخر عشان الحوار ده صدعني ولوكلو كتير، الحوار خلصان والبنت هتطلع لها بقرشين وانت دماغك هتفك. تمام يا ولاد؟ تمام يا عليك. ايه؟ قالب وشك ليه؟ قالب وشك ليه؟ ما هو 20,000 كتير برضه يا معلم. واكله وبحلقها، انت دافع حاجة من جيبك، ما انا اللي دافع كله. وليه اكل؟ انت بتلاقي فلوس في الشارع. 2000 حلو قوي عليهم. وانا اخد الباقي. انت نيت النتانة يا لأ. نيت النية. نتانة. 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 بالنسبة للاثنين الصدى اللي معاك ورا دول. نتانة. نتانة.